صوت الشباب العربي مهم ليه؟ الدول اللي تعرضت لانتفاضات في المنطقة العربية وكمان الدول اللي ما تعرضتش حتى لانتفاضات ولكنها بدأت في عملية التغيير، الدول دي دلوقتي في مرحلة انتقالية فيها ان كل الناس ابتدت تعبر عن رأيها، ابتدت ان يبقى عندهم جدليات كتير، مشاكل كتير عايزين يعبروا عنها، عايزين يتكلموا عنها وعايزين يوصلوا لحلول. اعتقد ان فكرة ثقافة المناظرات مهمة جدا لانها هتعمل على تشجيع الناس ان هم يتكلموا في قضاياهم، في مشاكلهم، في اختلافاتهم، ولكن بشكل أكثر علمية وأكثر نظاماً وأكثر سلاماً.